بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنتقدموا بتعازينا الحاره لاسر الضحايا اللي توفوا وكنتمنوا الشفاء العاجل للمصابين. الحمد لله هذه المبادره بديناها البارح في العشيه استكمالا للمبادرات اللي بداو في مدينه طنجه. الحمد لله لقى تجاوب كبير من سكينه الحي. كيف ما كتشوفوا بدينا هذه المبادره اليوم زوالا، والحمد لله قدرنا اننا نكملوا الشاحنه الاولى، وان شاء الله الشاحنه الثانيه غنحاولوا ان شاء الله نكملوها باش يمشيو المناطق المنكوبه ان شاء الله. تبارك الله، واحد استجابه غير عاديه صراحه. كنشوفوا الناس اللي هما ضعفاء كيجيو كيتعاونوا بالقليل، كاين اللي ما كيقدرش يتعاون ماديا كيجي يتعاون معنا بالجهد ديالو، كيستفوا معنا كيهزوا معنا السخره. الحمد لله زعما صراحه تجاوب كبير ما كناش كنتوقع. جات الحمله التضامنيه مع الاخوه ديالنا في الحمله التضامنيه لا يبغيش نعم الحمله. الحمد لله فهمتي طنجه كامله والمغرب كامل، ولكن طنجه كنشوف هذا الحماس اللي كاين في الناس طنجه زعما تعدى العود. الحمد لله ولله الحمد. هو تبارك الله الرموكه الاولى مشات، الرموكه الثانيه كي ان شاء الله كرهنا ما كرهناش في الحمله الثالثه ان شاء الله فهمتيني. وكترحموا على ديك الناس المساكين اللي ماتوا الله يرحمهم، الله يدخل عليهم ويرحمهم المغفره، والناس اللي هما مطلوبين وكذا الى عجل الشفاء ديالهم. كنشكروا جميع الناس اللي ساهموا فهمتيني، لان كنشوفوا الناس ضعاف وكيجيو كيساهموا بديك القليل فهمتيني. وجي مسكين بدا كيبكي واحد السيد دابا عاد جا مسكين شي حاجه شي بركه وكيبكي بالفرحه بشي اللي جاب والله العظيم. كيتصدموا حنا المغاربه دائما كنصدموا الحمد لله، وهادشي الخير المغاربه كاملين. الله يجزيكم الله يجزي الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الكامل محمد ملاحي، عضو جمعيه الامل التنميه والتضامن. صراحه الجمعيه ديالنا دائما كتبادر هذه الاعمال سواء في حمله الختان، عيد الاضحى، وفاز رمضان، والحمد لله اليوم شدت المئزر ديالها من اجل التعاون والتعاطف مع هذا الشهداء ومع هذه المساكين والمرضى. نسال الله عز وجل ان يتقبلهم عند هؤلاء الموتى من الشهداء. والحمد لله الساكنين اليوم شدت المئزر ديالها من اجل التعاون والتراحم، وهذا هو الاصل في المسلمين. بالنسبه للفكره ديال المبادره جاتنا من الحي، لان الناس باغيين يعملوا الخير، شافوا التضامن والتآزر اللي وقع في المغرب ككل، كروح الوطنيه تسري في دمنا. فالحي ديالنا منطقه سيدريس يعني بصغارها وكبارها رجالا ونساء حاولوا ان ينضموا الينا تحت اشراف جمعيه الامل للتنميه والتضامن، فهذا شيء بسيط نرمز اليه لاخواننا المنكوبين. من هذا المنبر نترحم على جميع الشهداء، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحسبهم عند صديقنا والشهداء، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يشافي جميع المرضى وان يداوي جميع الجرحى، والشكر الجزيل لكل من ادى هذه التغطيه ووفق الله سبحانه وتعالى الجميع. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل مكروه، وان يحفظنا من كل من الزلازل والبراكين، وان لا يرينا مكروها في اخواننا شرقا وغربا البلاد باسرها. ونرجو الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في جلاله الملك نصر الله، وان يشد عضده بالاسره العلويه الشريفه ان شاء الله. وشكرا لكم وبارك الله فيكم. عجبني الحال وليدي، عجبني الحال، بكينا معاهم شكينا معاهم، الله يشافيهم ويعافيهم، والله يوفق الجميع، وانتم الشباب الله يزيد في ايامكم، والبنات والرجاله وكل ما هي حاجه، الله يعاونكم ويعينكم. محمد السادس الله يشافيه لنا. السلام عليكم ورحمه الله. الله يرحم محمد، جمعيه الامل للتنميه والتضامن. كنشكركم اولا على الزياره ديالنا، وكنتقدموا اعز التعازيم للاسر اللي ماتوا والشعب المغربي كامل. وهذه المبادره السكر مساكن الله يجازيهم بخير، كل واحد وعلى قد الاستطاعه ديالو باش كيعاونوا ديك الناس ديالنا مساكن. وحنا مغاربه من طنجه الكويره فهمتي، اي واحد كتسقط فيه شي حاجه الا وكان
كنحسوا ببعضنا الحمد لله، وكنطلبوا الله تعالى المزيد من هذا العمل هذا، وهذا الشيء كيبشر بالخير. والله يرحم والدين الجميع واللي مات الله يرحمه، وكنتمناو هذا الشيء يستمر، وكنشكركم على الزياره ديالكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.